بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ اليوم إن شاء الله بالدرس السابع الخاص بتقنية اللينك. في هذا الدرس راح نناقش Projection Operators. أنا محمد إماد عرفة. بهذا الدرس هنتعرف على Projection Operators وكيفية استخدامها بداخل تقنية اللينك. أوكي، الآن لاحظ خلال الدروس الماضية كنا قد ناقشنا الـ Aggregate Operators، Restriction Operators، وفي درس اليوم راح نناقش الـ Projection Operators. والـ Projection Operators هي تحتوي على Select و Select Many Operators. الـ Projection Operators هي تستخدم من أجل أني أحول خلينا نحكي نتيجة الـ Query. فعلى سبيل المثال الـ Select Clause الموجودة بداخل تقنية الـ SQL Server بتسمح لك أنك تحدد الكولومز اللي أنت بدك تقوم باسترجاعهم. كذلك الأمر اللي هو الـ Link Select Standard Query Operators بتسمح لك انك تحدد البروبرتيز اللي بدك تقوم باسترجاعها، وايضا تستخدم من اجل انك تقوم بعمل خلينا نحكي بعض العمليات اللي هي الحسابيه. اذا السلكت بروجكشن اوبريتورز بامكانك انك تحدد من خلالها خلينا نحكي على سبيل المثال بدي هنا احدد اللي هو الامبلوي اي دي، فبالتالي بامكانك انك ترجع خلينا نحكي سنجل بروبرتي، او بامكانك انك ترجع مالتيبل بروبرتيز. فعلى سبيل المثال بدي ارجع الفيرست نيم والجندر على سبيل المثال كانونيمس تايب. كمان شوي رح نفهم شو يعني انونيمس طيب. وكذلك أيضا بإمكانك أنك تأدي بعض خلينا نحكي العمليات مثلا الحسابية، مثلا بدي أعرف مثلا الراتب الشهري، مثلا بدي أقوم بجلب الفيرست نيم واللاست نيم وغيرها من هاي العمليات. اوكي، الان خلينا نروح مباشره على اول مثال. لاحظ هنا في عندي كلاس اللي هو اسمه امبلوي، بيحتوي على امبلوي اي دي، فيرست نيم، لاست نيم، جندر، وانيوال سالري، وايضا بيحتوي على ميثود اسمها جيت اول امبلويز. انا لو بدي اقوم مثلا باسترجاع خلينا نحكي كل ارقام الموظفين اللي هم الامبلوي اي دي، خلينا نشوف كيف بامكاننا نعمل هذا الامر بحيث نقوم باظهار ارقامهم على النحو التالي. لو بروح مباشره للينك ديمو بروجكت لاحظت انه هنا في عندي كلاس اسمه امبلوي، وهذا الكلاس هو فعليا خلينا نحكي بيحتوي على مجموعه من اللي هو البروبرتيز زي ما احنا فعليا شايفين، امبلوي اي دي، فيرست نيم، لاست نيم، جندر، وانيوال سالري، وايضا بيحتوي على الجيت اول امبلويز اللي هي عباره عن بترجع ليست اوف امبلوي وهي ستاتيك ميثود. اوكي، طبعا لاحظت هنا الامبلوي اي دي، فيرست name، last name، وجندر، وانيوال سالري زي ما احنا فعليا شايفين على النحو التالي. اوكي، خلينا نروح مباشره على البروجرامز ونشوف كيف فعليا بدي اظهر خلينا نحكي ارقام الموظفين. الان راح اروح بكل بساطه انادي هذا الكلاس اللي اسمه employee، وانادي هاي الميثود اللي اسمها get all employees، وانا بدي ارجع فقط خلينا نحكي ارقام الموظفين. بالتالي حتى ارجع ارقام الموظفين راح انا استخدم عندي اللي هو لامدا اكسبريشن، بحيث انه هنا مهتم في فقط بارقام اللي هو الموظفين اللي هو employee id. لاحظ انه select راح ترجع لي i enumerable of integer، فبالتالي هنا راح اقوم بانشاء اللي هو i enumerable of عندي هنا اللي هو integer. اوكي، طبعا هنا راح اسميه اللي هو result، طبعا بامكانك انك تسمي الاسم اللي انت بدك اياه، وبعد هيك مباشره راح اقوم بعمل عندي هنا اللي هو for each loop، بحيث ان انا هنا راح اقوم باللي هو بالتعامل مع اللي هو ال id. طبعا انا هنا راح يكون التايب بتعامل معه هو انتجر، راح اسميه عندي هنا اللي هو id، راح يعمل لي iteration على اللي هو الريزلت. اوكي، وبداخل راح اقوم بطباعه اللي هو console.writeline، وهنا راح اطبع اللي هو ال id. انا لو بضغط على كنترول و اف 5 لاحظت احنا طبعا اللي هو الارقام اللي هو عباره عن 101 و 102 103 و 104. اوكي، الان لو نروح مباشره على المثال الذي يليه، انا هنا مثلا بالمثال رقم 2 بدي اقوم باظهار عندي الفيرست نيم والجندر تمام بروبرتيز تمام لكل الموظفين كانونيمس تايب، بحيث نظهرهم على النحو التالي اللي هو اسم الموظف وخلينا نحكي الجندر. حتى نعمل هذا الامر بالتالي انا هنا بدي اقوم بارجاع الاسم وبدي اقوم بارجاع اللي هو الجندر، فبالتالي هنا راح لابد اني ارجع خلينا نحكي انونيمس تايب. فبالتالي راح اروح مباشره على اللينك عندي هنا اللي هو بروجكت، ومباشره راح اعدل عندي على النحو التالي. انا هنا راح مالي برجع بالسلكت، اوكي، فقط خليني اعملها على 2 lines. اوكي، فقط خليني هنا اعمل كمان سبيس. الان ضمن عندي هنا اللي هو select انا بدي اقوم بارجاع عندي هنا اللي هو lambda expression، لكن انا هنا راح ارجع فعليا ليس employee، بدي ارجع هنا anonymous type، فبالتالي لابد اني هنا احدد شكل type، لان انا هنا بدي ارجع فقط اللي هو first name، فبالتالي راح اقوم بكتابه عندي هنا اللي هو first name، وحتى اجيب first name راح احكي له عندي هنا اللي هو emp dot عندي هنا اللي هو first name. انا ايضا بدي اقوم باللي هو باضافه عندي هنا اللي هو الجندر الى خلينا نحكي الانونيمس تايب، فبالتالي راح يكون عندي هون اللي هو عباره عن emp dot عندي هون اللي هو gender زي ما احنا فعليا شايفين.
أوكي، وبعد هيك مباشرة أنا راح أقوم بإغلاق عندي اللي هو الجملة زي ما احنا فعليا شايفين. راح تلاحظ أنه هنا select راح يرجع معي anonymous type، وهذا type هو راح يحتوي على first name وراح يحتوي أيضا على gender. فلذلك أنا حتى أخزن هذا anonymous type لابد من أنه أخزنه بداخل اللي هو متغير، راح يكون عندي هون اللي هو عبارة عن var زي ما احنا فعليا شايفين، وراح أسمي عندي هون اللي هو عبارة عن result. وطبعا حتى أقوم بطباعته لابد إن هنا أعدله إلى var، وطبعا هنا ممكن نسميه عندي هون اللي هو v، وطبعا راح يقوم بطباعة ما بداخل الريزلت. أنا بدي أطبع عندي هون اللي هو الفيرست نيم، فبالتالي راح أحكي له عندي هون اللي هو v.firstname، وأنا أيضا هون بدي أطبع فعليا اللي هو last name، فبالتالي رح نجي او عفوا الجندر، فبالتالي رح احكي عندي هون اللي هو v dot gender. اوكي، انا باجي بضغط على كنترول و F5 راح تلاحظ انه طبع لي عندي هون اللي هو الفيرست نيم داش عندي اللي هو الجندر. اوكي، الان خلينا نروح نشوف مباشره اللي هو المثال الثالث، فخلينا نجي نضغط على انتر ونشوف فعليا المثال الثالث. المثال الثالث انا هون بدي فعليا اظهر عندي هون اللي هو الفول نيم واللي هو المونثلي سالري زي ما احنا فعليا شايفين لكل الموظفين، تمام، بحيث انه انا بدي اعمل هون بروجكشنز لامرين، اللي هو الامر الاول اللي هو عبارة عن الفول نيم، وايضا اللي هو راح يكون في اللي هو الفيرست نيم بلس اللي هو اللاست نيم، وايضا بالطبع هنا اللي هو كالكوليشن بحيث انه انا هنا بدي اقوم باظهار عندي هنا المونثلي سالري. حتى نعمل هذا الامر بكل بساطه راح اروح على لينك ديمو بروجكت. الان انا بدي اظهر فعليا اللي هو الفول نيم والمونثلي سالري، فبالتالي انا هنا ضمن عندي النيو راح اروح مباشره واحدد فعليا الشكل اللي انا بدي اتعامل معه. اوكي، فمبدئيا خلينا نيجي نعمل عندي هون فعليا على two lines الفيرست نيم. انا هنا ما بدي اظهر الفيرست نيم، انا هنا بدي اظهر فعليا الفول نيم، فبالتالي راح يكون عندي هون اللي هو البروبرتي اللي راح ترجع معي هي عباره عن فول نيم، بحيث انه هنا بدي اظهر فعليا الفيرست نيم، وايضا هنا بدي اعمل اللي هو سبيس ما بينهم، بحيث انه هنا ايضا بدي اظهر عندي هون اللي هو اللاست نيم، فبالتالي راح نحكي له emp.last name زي ما احنا فعليا شايفين. وانا ايضا بدي اقوم باظهار خلينا نحكي الراتب الشهري، فبالتالي رح نيجي نحكي عندي هون اللي هو monthly على سبيل المثال salary، بحيث ان المونثلي سالري هي بتساوي فعليا اللي هو الراتب السنوي اللي هو الانيوال سالري مقسوم على اللي هو 12 زي ما احنا فعليا شايفين. اوكي، فبالتالي انا هيك فعليا اصبح في عندي اللي هو الانونيمس تايب برجع لي الفول نيم، وايضا برجع لي اللي هو المونثلي سالري. الان بعد هيك مباشره انا راح اقوم فعليا بطباعه النتائج، بحيث ان انا هنا بدي اطبع ليس الفيرست نيم، بدي اطبع عندي هون اللي هو الفول نيم، وايضا بدل الجندر هنا راح اقوم بطباعه اللي هو المونثلي سالري. اوكي، الان باجي مباشره بعمل سيف وبضغط على كنترول و اف 5 لحتى انه طبع لي عندي هون اللي هو الفول نيم، وايضا طبع لي عندي اللي هو السالري زي ما احنا فعليا شايفين. اوكي، الان خلينا نروح نشوف ايضا كمثال اخر. راح تلاحظ انه ايضا عندي في المثال عندي هون اللي هو الرابع، لو بدي اضيف انا مثلا 10% بونص لكل الموظفين، تمام، اللي راتبهم السنوي بيزيد عن 50,000، فبالتالي انا هنا بدي اعمل بروجكشن للي هو بدي اقوم باظهار اللي هو الفيرست نيم والانيوال سالري والبونس للانيمس تايب. فبالتالي خلينا نشوف كيف بامكاننا نعمل هذا الامر. راح اروح مباشره على اللينك، ومباشره انا هنا راح اعدل بحيث انه هنا بدي اظهر فقط عندي اللي هو النيم، فبالتالي راح يكون الانيمس تايب يحتوي على الامبلوي دوت فيرست نيم، وايضا راح يحتوي على اللي هو السالري، فبالتالي رح نيجي نحكي عندي هون اللي هو سالري، وهون المقصود بالسالري اللي هو فعليا الراتب اللي هو السنوي، فبالتالي رح نيجي نحكي عندي هون اللي هو الانيوال سالري. وانا ايضا مهتم اني اظهر له فعليا هون اللي هو البونس، فبالتالي رح اسميها عندي هون اللي هو بونس، بحيث انه البونس رح يساوي اللي هو الانيوال سالري مضروب خلينا نيجي نحكي ب 0. اللي هو 1. اوكي، وبعد هيك راح اقوم بطباعه النتائج، فبالتالي راح اعمل iterations على اللي هو الريزلت، بحيث انه راح اظهر فعليا اللي هو النيم، وبعد هيك مباشره انا راح اقوم باظهار عندي هنا كولون، وبعد هيك بدي اظهر فعليا اللي هو السالري، وحنا نحكي عن الراتب السنوي، وايضا بعد هيك راح اقوم بطباعه خلينا نجي نحكي البونص. اوكي، تمام، الان احنا فعليا هيك راح نقوم
فعليا بالطباعه، لكن انا بدي انتبه، انا هنا مهتم فعليا اني عمليا اعمل بونص للي راتبهم بيزيد عن 50,000، فلذلك راح اروح بكل بساطه هنا واعدل فعليا على الـ get all employees. فانا هنا لابد اني اعمل filtering condition، فبالتالي راح استخدم عندي هون اللي هو where، بحيث عندي هون اللي هو راح استخدم اللامدا expression، بحيث راح احكي له عندي هون اللي هو emp dot annual salary لإلهم اكبر من 50,000. اوكي that's it، تمام. وبعد هيك عمالي بعمل سلك لإلهم، لان لو باجي بضغط على كنترول و اف 5 رح تلاحظ انه اعطاني الموظفين اللي رواتبهم بزيد عن 50,000، بحيث انه نسبه البونس عليهم زي ما احنا فعليا 10%. اوكي تمام، اذا احنا هيك فعليا تعرفنا على كيفيه التعامل مع البروجكشن اوبريتورز، واذا هذا هو كل شيء بالنسبه لدرس اليوم. بتمنى ان يكون درس اليوم كان واضح وسهل. اخيرا thanks for listening and have a great day.